يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أدخل فرنسا في مأزق كبير قد يجر البلاد إلى ثورة شعبية عارمة بدأت بوادرها تلوح في الشوارع التي تجوبها التظاهرات المناهضة لسياساته المتخبطة. ماكرون الذي اتهم الإسلام بالتأزم وشن هجوما على المسلمين ونظم حملات أمنية واسعة لملاحقتهم بما في ذلك تلاميذ المدارس الصغار بتهمة الإرهاب يمر اليوم بأزمة حقيقية وكأن السحر انقلب على الساحر. الأمن الشامل مشروع قانون تستعد إدارة ماكرون لإقراره رغم انتقادات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية. هذا القانون الجديد يشرع التكتم على العنف عبر منع انتقاد الأمن والشرطة وهو ما أثار غضب الشارع الفرنسي ليخرج بمظاهرات منددة بالقانون. الفرنسيون اعتبروا أن قانون الأمن الشامل إسكات لحرية الصحافة والرأي التي طالما صدع ماكرون رأس العالم بها ودفاعه عن الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه اليوم يناقض نفسه ويشرع قانونا يصادر حرية التعبير بل ويخرسها ويمنع انتقاد أي فعل أمني أو شرطوي، وهو ما اعتبره مراقبون تمهيد للتعتيم على حملات قادمة من الإرهاب والقمع الحكومي ضد الأقليات وخاصة المسلمين. آلاف الفرنسيين نزلوا إلى الشوارع للتنديد بالقانون تزامنا مع حملة مقاطعة إسلامية مستمرة منذ نحو شهر للمنتجات الفرنسية. هذا القانون الذي يجرم كل من ينشر صورة أو تسجيلا لينتقد عناصر الأمن في البلاد عقب تسجيلات وصور فضحت انتهاكات الشرطة الفرنسية بحق الأقليات وخاصة المسلمين. التظاهرات تطورت إلى صدامات مع الشرطة التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين الذين رشقوا الشرطة من جانبهم بالحجارة. الخبراء قالوا إن ماكرون أدخل فرنسا في نفق وأزمة ومأزق كبير بسبب سياسة بث الكراهية التي انتهجها مؤخرا والتي ولدت قناعة لدى الفرنسيين بأنهم بسببه سيصبحون في عزلة حقيقية عن العالم.